تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم متأثرة بهبوط سهمي بنك ستاندرد تشارترد البريطاني وشركة صناعة السيارات الألمانية فوكس فاجن. وهبط مؤشر يورو فيرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى ويورو ستوكس للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.2% لكل منهما. كما خفض مؤشر داكس الألماني 0.1% في حين ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني وكاك الفرنسي 0.1%.